كنت بتكلم مع احد اصدقائي اللي شغالين في شركه موبي نيل، واكتشفت اكتشاف، لقيت ان ناس كتير قوي عارفاه بس انا ما كنتش اعرفه، ان هو الخيارات الكبيره في شركه موبي نيل وشركه اوراسكوم للانشاءات المملوكين لرجل الاعمال المصري اللي هو نجيب ساويرس، يتم اختيارها على اساسات عرقيه، وهي ان هذه القيادات كلها من المسيحيين. تاني، كل قيادات اوراسكوم الانشائيه او 90 95% من قيادات اوراسكوم الانشاء واوراسكوم تيليكوم واللي هي شركه موبينيل واللي هي احدى شركات المعمول في مصر من المسيحيين. مش عارف هل انا الوحيد اللي شايف دي مشكله؟ انا اكتشفت ان في ناس كتير عارفه الموضوع ده، انه الناس المسلمين اللي بيشتغلوا في شركه موبينيل، الشركة اللي احنا كل ما نطلع كل ما واحد يطلع في التلفزيون يقول لك هي شركة المحمولات المصرية الوحيدة، لأن بما إن شركة فودافون من بره واتصالات من الإمارات وإلى آخره، ويشترك فيها حسب كلامهم 23 مليون إلى 26 مليون مصري، يعني حوالي ربع إلى ثلث الشعب المصري مشترك في شركة موبينيل. القيادات الكبرى بمعنى المانجرز والإكزيكتيفز والجنرال مانجر وإلى آخره مسيحيين، ويتم اختيارهم على هذا الاساس، ويتم تهميش دور المسلمين لما يصلوا الى مرحله معينه، وبالتالي كل المسلمين اللي شغالين في موبينيل بعد ما يصلوا مرحله معينه بيقولوا لهم والله انتم مش هتقدروا تكملوا معانا لان احنا سيتم اختيار البتاع. طبعا احنا عارفين الشغل، ممكن نلفق دور اي حد ونعمل اختيارات ونعمل امتحانات، ولكن يتم الاختيار مسبق بناء على السرعه العرق او الديانه. دي مشكلة، مشكلة لأن دي شركة مصرية، الراجل المصري اللي أنا مشترك في خط موبينيل وبدفع ثمن فاتورة التليفون بتاعتي وبدفع من كل شهر مرتبي كذا 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 لشركة موبينيل عشان تكون شركة مصرية توفر العمالة للناس المصريين بغض النظر ديانتهم إيه، إنما الناس المصريين عشان يشتغلوا بتعمل ديسكريميشن وبتعمل تهميش لدور مجموعة من الناس بناء على ديانتهم، وبتعمل بتختار مجموعه اخرى بناء على ديانه مدير الشركه او رئيس الشركه او صاحب الشركه بغض النظر. طبعا في ناس تقول لك لا ده صاحب الشركه مختار اللي هو عاوزه، ده كلام صحيح، ولكن دي شركه قائمه على اموال المصريين، دي شركه لا جالها لايسنس من الحكومه انها تشترك. انا ده هل انا دلوقتي ممكن اروح اعمل شركه محمول؟ لا، لازم اخد لايسنس من الحكومه عشان احد بناء الشركات، مش كل من هبه ده بروح اعملها. اللايسنس دي من الحكومه، من الشعب المصري، من اموال الناس المصريين. بعد ما خد اللايسنس دي وراح عمل الشركه، ان الاعلانات اللي بتتم في الشارع للمصريين والاوفر دي والخطوط التليفون اللي بتتباع في الشارع بتتباع لناس مصريين، اللي بيدفع ثمن اللي بيدفع ارباح موبينيل عباره عن الناس المصريين العاديين، ولكن المعلومه دي ما بتصلهمش. معلومه ما بتصلهمش انه فلوسك اللي راح لموبينيل عشان الارباح بتروح لمجموعه من المانجرز، مجموعه من المانجرز المسيحيين عشان هم اللي يتولوا قياده الشركه. طبعا انت ممكن هل ممكن تقول ان دول الناس قادرين على خيانه الشركه وهم دول، انما في مجتمع مصري يمثل المسيحيين فيه حوالي 5% بناء على استطلاعات الامريكا، يا عم هنديكوا زي ما انتم عايزين نقول 10 12 14 15%، انما تلاقي 95% من قيادات موبينيل المسيحيين، ده استهبال، دي قله ادب، دي احنا وصلنا لمرحله قله الادب. وبالتالي يجب ان كل مواطن مصري يقف وقفه حاده، لانك كل ما بتديله جنيه كل ما بتقول له اعمل اللي انت بتعمله لان كل اللي بتعمله ده صح. احنا عندنا فودافون وعندنا اتصالات، شركات غير مصريه طز. اهم حاجه ان انا الشركات دي رايحه لناس محترمه بتوفر عماله لناس مصريين، ليس بناء على انه اعراقهم او بناء على ديانتهم، ولكن بناء على مين قادر يعمل العمل الفلاني. كل من كل سويلة استطالك في التلفزيون يقول لك دي شركه مصريه ودي شركه مصريه الوحيده للاتصالات، فودافون شركه اجنبيه واتصالات شركه اجنبيه، ودي شركه مصريه ودي شركه بتاعتنا والى اخره. مش بتاعتنا ولا حاجه، دي بتاعته هو، بيقعد يعمل هو القرارات اللي هو عاوزها ويعين لي الناس اللي هم عاوزينها. طبعا فرانس تيليكوم خدتها دلوقتي وبالتالي القرارات اختلفت، ولكن يظل انه شخص زي ده يروح يعمل بيزنس ياخد اموال الناس المصريين عشان يعين اصحابه وحبايبه وناس مش عارف ايه ويعمل ديسكريميشن للناس المسلمين، دي عباره عن قله ادب. هل وصلنا الى مرحله من الانهزاميه ان احنا مش عارفين نقول للراجل ده لا؟
يعني الحكومة الحكومة ساكتة يا عم، الحكومة ساكتة وبتقعد توك شوز ساكتين ومش عاوزين يقابلوا الموضوع ومش عاوزين نعمل فتنة طائفية ومش عاوزين ندخل نفسنا في حوارات. أنت كراجل شعب، كراجل شارع مصري لك الحق، محدش هيغصب عليك يقول لك روح روح اشتري بودا، روح خد خط موبينيل، ومحدش هيقول لك أنت بتدفع فلوسك في بيبسي ولا بتدفع فلوسك مش عارف فين. لازم أنت تكون واخد، لازم تكون قادر إن أنت تعمل للفيجن بتاعتك، واي فلوس بتتحط في شركه زي شركه من الشركات دي فلوس بتذهب وبتضيع على المصريين وبتروح لمجموعه معينه من الناس كده، انت بتشجعهم ان هم يستمروا في اللي هم بيعملوه، ودي مشكله. طبعا في ناس هتقول لك والله دي انت متحامل على المسيحيين، وانا انا غير متحامل على المسيحيين. الشركات المسلمه اللي بتعمل نفس العمل ده برضه ده غلط، وبالتالي انت ما ينفعش تروح في شركة، لكن ما ينفعش تروح في شركة بتعين مسلمين فقط. وطبعا تعيين، التعيين ما بيكونش رسمي، يعني ما فيش شركة بتقول انا بعين، لان طبعا ده ضد القانون. التعيين بيتم زي ما احنا عارفين يعني الكوسة والمعارف والى اخره، لكن كله بيبان. انت روحت موبينيل وسألت مين القيادات بتاعت موبينيل، كله مسيحيين. دي ديسكريميشن واضحه زي الشمس. في بلد لما يكون فيها 90% مسلمين او يا عم 85% مسلمين، وفجاه تلاقي القيادات كلها، يعني مفيش واحد مسلم عارف يقود موبينيل، في كتير، انما هم بيختاروا الناس بتوعهم. وبالتالي انت اي قرش بتدفعه موبينيل قرش بيذهب لتدعيم هذا النظام الفاسد وتدعيم هذه الفئه القليله من المجتمع. اي شركه اخرى لابد ان يقوم نظام التوظيف على اساس انه مين يقدر يعمل الحاجه الفلانيه. ولكن بما ان احنا 80 مليون وعندنا 10% مسيحيين او 15% مسيحيين او 5% مسيحيين، بغض النظر مش هنقعد نتكلم في النسبه، غالبا بما ان احنا من جينات واحده وبما ان احنا عندنا نفس الفكر ونفس الثقافه والى اخره، غالبا هتلاقي نسبه الناس القادمين على اداء العمل تتناسب مع نسبه وجود هذه الفئه او وجود هذه الديانه في المجتمع. بمعنى ان انت مفروض لما تروح في شركه مصريه تمارس اختيار الناس بناء على قدراتهم وليس بناء على اعراقهم وليس بناء على دياناتهم، مفروض تلاقي انه في اي شركه يا عم 20% مسيحيين و80% مسلمين، قول يا عم 25%، تتراوح. انا مش هتلاقي 90% مسيحيين اللي هم الاقليه او 95% مسيحيين وهتلاقي 5% مسلمين، ده ديسكريميشن واضح ودي قله ادب، ويجب على كل مواطن مصري انه يقف وقفه صارمه. محدش يقول لي الموبايل ده الخط ده الناس كلها عارفاه والخط ده كان معايا من ايام ما كنت في الاعداديه وما اقدرش استغنى عنه، والقصص الحمضانه دي. كل قرش بتدفعه بيذهب لتدعيم هذا الشخص وهذا النظام الفاسد. انما انت لو قلت له انا مش دافع لك لغايه ما اتاكد ان الشركه دي فعلا شركه مصريه خالصه بتدعم كل الشعب وتوفر فرص العمل للشعب المصري، في هذه الحاله هيفهم ان هو مش هيقدر اعماله يضحك بيها على الشعب المصري.